القاتلة الحسناء، هل هي ضحية ولا وحش بيقضي على كل اللي قبله؟ لو سحرتك عينيها يبقى فلت أصحابك السلام. قصتها فيها غموض وإثارة، قصتنا عن أحد الأساطير الإغريقية. يلا بينا نعرف مين هي بطلة حلقتنا وتفاصيل قصتها. أهلا بكم في حلقة جديدة، يلا بينا نبدأ. ميدوسا، ميدوسا باليونانية القديمة معناها الحارسة أو الحامية. ميدوسا هي ابنة جميلة لآلهة البحر البدئي فوريكس وكيتو، وهي كمان أم لكرياسور والحصان المجنح بيجاسوس. ميدوسا هي أخت من ثلاث إخوات، هي أجملهم وجمالها دون كان بيجذب الرجال ناحيتها وبيسبب غيرة لإخواتها لأن هي كانت الأجمل. لكن ميدوسا ما كانتش مهتمة أبدا من جذاب الرجالة ليها، ولكن كان كل هدفها أنها تصبح من كهنة معبد الإلهة أسين. وبالفعل وصلت لهدفها وأصبحت من كهنة معبد الإلهة أسين، واستمروا الرجالة في محاولات إغراءها وإن هم يوقعوها في حبهم، واستمرت هي برضو في الرفض والتجاهل. لحد ما في يوم كانت بتتمشى على البحر وشافها إله البحر بوسايدون وسحرته بجمالها، وقرر إنها مش هتكون لحد غيره. بس جمالها اللي شده، لأن بوسايدون كان في بينه وبين الإلهة أسينة صراعات خلاه بقى من أهدافه المهمة إنه يغوي أكبر كهنة معبد أسينة وهي ميدوسا. وبالفعل في يوم هجم بوسايدون على ميدوسا في معبد أسينة، وهنا بيقال إن هي خضعت ليه أو اغتصبها، حدش عارف، في روايتين. من بعدها غضبت أسينة وعاقبت ميدوسا بإن هي أصدرت عليها لعنة حولت شعرها الجميل ده لتعابين مرعبة. لكن أسينة سابت وش ميدوسا الجميل زي ما هو عشان تغوي كل اللي يبص لها بيه، وبمجرد ما حد يبص في عينيها ويتسحر بيها تتحول هي الوحش مرعب ويتحول هو الحجر. وفضلت المدينة كلها تتكلم عن الوحش المرعب اللي في معبد أسينة. وفي يوم هربت ميدوسا وراحت فيها لقلعة مهجورة بعيد عن كل أهل المدينة وكل ناسها، لكن برضو تعرف مكانها. وحاولت ناس كتير تجمع نفسها في جيوش عشان تقضي عليها ويتخلصوا منها، لكن كل محاولاتهم فشلت وكانوا كلهم بيتحولوا لحجارة بمجرد ما ينظروا ليه. وهنا بدأت أسينة والآلهة يحسوا بالذنب. تدخلت أسينة والآلهة عشان خاطر يوقفوا خطر ميدوسا وفي نفس الوقت يرحموها من العذاب اللي هي فيه. ساعدت الآلهة بريسيوس في قتل ميدوسا وادت له 4 أدوات تساعده في المهمة دي، ومن غير الأدوات دي مش هيعرف يقتل ميدوسا. أول حاجة سيف هيرمس، سيف قوي وحاد بحيث إن لو ضرب بيه ميدوسا يقدر بضربة واحدة يقتلها عشان ما تقومش وتوقعه في سحرها. وتاني حاجة حذاء هيرمس اللي كان بيقدر يساعده يتحرك بخفة وسرعة توصل للطيران. وتالت حاجة خوذة هاديس اللي هي كانت بتخليه شبه مختفي ما تقدرش ميدوسا تشوفه. والأداة الأخيرة درع أسينة اللي يقدر يحمي بيه نفسه من نظرات ميدوسا ويعكس نظراتها ليها. وصل بريسيوس لقلعة ميدوسا وشافها في انعكاس درعه، لكن هي ما عرفتش تشوفه بسبب الخوذة اللي كان لابسها، وانقض عليها بضربة بسيفه قطع راسها عن جسمها. لكن في روايات تانية برضو بتقول ان هو قتلها وهي نايمة. تفتكروا قصة ميدوسا كده انتهت؟ بتقول الروايات ان ميدوسا من دمها طلعت كائنين، الكائن الاول بيجاسوس وهو حصان مجنح واللي بعد كده اصبح هو سيده بريسيوس نفسه، والكائن التاني وهو كرياسور وهو خنزير ضخم بشع الشكل ومجنح. ويقال ان الحصان بيجاسوس كان رمز لبراءة ميدوسا اللي اتقتلت فيها، أما الخنزير كان رمز الوحش اللي اتحولت ليه. وبكده انتهت قصة ميدوسا، وميدوسا قصة من قصص كتير إغريقية. لو حابين نتكلم عنهم اكتبوا لنا في الكومنتات. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، سلام.